اكتوبر انا كنت ملازم اول في فرق امن القاهره، لاني ما كانش عندنا امن مركزي لسه، كان الامن المركزي لسه ما فيش حاجه اسمها امن مركزي، فكان اللي بيقوم بدور الامن المركزي فرق امن القاهره، وكان رئيسها اللواء كمال خير الله. وكنت من الناس اللي بتقف دوريات وبتراقب الطرق، لان كان قبل حرب 67 نكسه 67 مشاكل بتاعت 67 اللي هم خدوا استغلوا ظروف وعملوا الانتصار بتاعهم اللي بينادوا بيه. لكن انا شايف انه بعد هذا المحفل اللي حصل وهذا التجني وهذا الكلام اللي اتعمل من الاسرائيليين، انا شايف انه احنا خططنا كويس قوي، احنا عملنا تدريبات غير عاديه. انا مره وانا في الفيوم صغير بزور الفيوم وما حدش حد بيدر بقى، يعني بعد اللي حصل في 67 احنا استعدينا وعملنا احلى ما عملته الجيوش العالم في الاستعداد لمعركه لم يعلن عنها. يعني لحد السادات رئيس السادات لحد قبل الحرب بيوم ولا حد يعرف حاجه فجاه، ولكن مش عافيه، لا هو استعد ودرب، وكانوا بيروحوا يتمرنوا على عبور القناه في الفيوم بحيره قارون. كان دبابات، ايه الدبابات اللي تعدي دي وتروح تطلع الجبل في الفيوم. اخيرا بعد ما حصلت الحرب حسينا ان الحرب دي اتدرب بيها الجيش كويس قوي، اتخطط ليها كويس قوي، ولذلك الانتصار اللي حصل في 73 ده انتصار هايل جدا، واعاد للجيش المصري كرامته واعاد للشعب المصري كرامته. الرياضيين كلهم كانوا هايلين جدا وكانوا سعداء جدا بالانتصار اللي حصل، وكانوا بيعملوا حاجات للمجهود الحربي. كانت ام كلثوم بتقوم بالدور ده، وكان فرق كرة القدم على راسها النادي الاهلي ونادي الزمالك، وكان نادي الترسانة ليه شعبية كبيرة. كان بنعمل للمجهود الحربي ولصالح المجهود الحربي خلال هذا الفترة. 6 اكتوبر احنا كنت موجود في فرق الامن القاهرة، وسمعنا بقى الخبر. الواحد كان يعني خايف ان يحصل اللي حصل قبل كده، لكن جت الاخبار، اخبار جميلة جدا واخبار مريحة للشعب، واخبار انتصار غير عادي مش مكرر. اعاد الانتصار ده للعرب قوتهم، واعاد للجيش المصري قوته، واعاد للشرطه المصريه، كل حاجه حلوه. استعادت الامه الجريحه شرفها. تغيرت الخريطه السياسيه للشرق الاوسط. إذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. الجيش حقق المعجزات اللي احنا كنا يعني متخيلين ممكن يبقى في انتصار، لكن مش بهذا الشكل. انما اللي يحصل ان القوات المسلحه بيجي لنا اخبار احنا بقينا مش مصدقين من كتر، لكن بعد لحظات بقت تجي لنا الاخبار تباعا ان الجيش المصري عبر القناه، ان عمليه التمويه اللي عملها الجيش المصري عمل عمليات تمويه غير عاديه. يعني الإسرائيليين لحد يوم الحرب ما كانش عندهم خبر على إن الجيش المصري هيعبر أو الجيش المصري جهز نفسه بهذا الشكل. وبعدين العظمة، كل العظمة، إن زي الفوق الكورة ما بتخطط، الجيش خطط على أقوى ما يمكن. إن القوات الدفاع الجوي، إحنا كان عندنا دفاع جوي، قوات دفاع جوي غير عادية، إن قدر الدفاع الجوي مع المدفعية مع الطيران مع البتاع يعملوا انسجام كامل بينهم وبين بعض ويحققوا هذا الانتصار الغير مسبوق على مستوى العالم. ده بيدرس هذا الكلام دلوقتي على مستوى اوروبا ومستوى الدول العربيه، بيدرس هذا الكلام ان كيف استطاع الجيش المصري ان يعبر القناه في لحظات وفي ثواني ويصل الى المواقع الهامه للقوات الاسرائيليه ويعبر ويصل الى
المحد الحدود جوه داخل الحدود الإسرائيلية. لتمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس أن يقطع واجتياح خط برليت المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.